مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم دوم بخير. اليوم جايب لكم تطبيق كلش حلو، انا جربته وعجبني هذا التطبيق واتمنى تستفادون من عنده. قبل مشاهدة الفيديو لا تبخل علينا باشتراكك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو. هذا التطبيق اللي هو مثل ما تشوفون امامكم اللي هو WAMR. هذا التطبيق يعيد لك الرسائل المحذوفة، مثلا على سبيل المثال شخص دزالك رسالة أو حذفها وصار عندك فضول تريد تعرف شنو هاي الرسالة، أو بعض الرسائل انحذفت وتريد تعرف شنو هاي الرسائل، تقدر من خلال هذا التطبيق استعادة الرسائل المحذوفة وكشف الرسائل المحذوفة. هذا التطبيق متوفر على سوق جوجل أبلي، مثل ما تشوفون راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. هذا هو اسم التطبيق، فقط تكتبونه على سوق بلاي وتنزلونه وراح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو. ندخل الى شرح التطبيق. بعد ما دخلنا على التطبيق نضغط على accept ونطي من هذا السهم، نختار التطبيقات اللي نريد معرفة الرسائل المحذوفة منهن. انت باللي يعجبك يا تطبيق تختاره عادي، مثلا على سبيل المثال نختار الواتساب، وتقدر تختار اكثر من تطبيق مثلا ماسنجر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، تليجرام، فايبر، واي تطبيق يعجبك تقدر تختاره. نضغط على السهم، نضغط على السهم مرة ثانية، التالي نطي انيبل. وكذلك الدخول الى الملفات ننطي السماح، واخر شيء هاي ننطيها انيبل الدخول الى الاشعارات السماح، ننطي صح. بعد ما دخلنا على البرنامج نروح ونخلي شخص يراسلنا ساب او على الماسنجر او على اي تطبيق احنا اختاريناه، ونحذف الرسالة ونشوف ايش راح يصير. على سبيل المثال هاي مثل ما تشوفون هاي الرسالة تم الحذف وتم الحذف. نخرج وندخل على البرنامج ونشوف هين موجودات او لا. نضغط هنا، مثل ما تضغطون هنا طلعت البرامج اللي احنا مختارينها. على سبيل المثال انا عندي واتساب، فنضغط على الواتساب ومثل ما تشوفون تم حذف هذه الرسالة. ندخل على الدردشة ومثل ما تشوفون ظهرت الرسائل اللي محذوفة. هناك موجودة فقط هلو، هنا كل الرسائل اللي محذوفة موجودة أمامكم. هذا التطبيق أتمنى يفيدكم وتستفادون من عنده في كشف الرسائل المحذوفة على التطبيقات التواصل الاجتماعي. أنتم ما تقدرون تختارون أكثر من تطبيق، أنا اختاريت مني ثلاث تطبيقات فقط. وإذا مثلا اختاريتوا تطبيق واحد فقط تضغطون على هذا مثل الساعة أمامكم راح يحدث الرسائل اللي عندكم. أتمنى تستفادون من هذا التطبيق ولا تنسونا باللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.